تدفع فوازير رمضان اضرب. احنا فين 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 احنا فين؟ مشكلة مشكلة معضلة فين 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 محتار فرحير برجلة برجلة بهدلة دهولة بلبلة حل الفوازير حلها حلها كلها سرها لبسها جوا البشاوير فزا وزا كذا مزا وهكذا وما إذا 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 إيه سرها كبير وكمان حنطير ما يهمكش
وحنمشي بلاد وسهول ووهد زي الاساطير ولا نندم شهود. احنا فين احنا فين احنا 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 فين؟ سؤال ما نعرفوهش. هذا هو السؤال. That is the question. احنا فين احنا فين احنا احنا فين؟ احنا فين احنا فين احنا 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 فين؟ اتنشن. هرب التاني يا كوم، يعني انت جايبني من اسكندريه لغايه البلد دي باللانش بتاعي وعامل لي فيها دوليسابس؟ على فكره دوليسابس ياما كان دوليسابس في البلد دي، جدي كان بيهربده كل يوم. جد حضرتك ده هرب الناس كتير قوي. انا عايز اقول لك يا كوم انك انت جايبني هنا على بالنا ان احنا نعرف معلومات عن جيله وعن العصابه اللي خطفتها. وانت زهقتني خالص. بس انا جاي لك في الكلام. اهدى كده، جاي لك في الكلام. جاي لي في الكلام ايه وبتاع؟ انت بجرجرني وراك وحاطط في جيبي مليون جنيه. بجد جيبك ده فيه مليون جنيه؟ اشوفهم، اشوف مره بس شكل ورق. المليون جنيه ده ازاي يا جدع؟ انت قايل لي ان فلفله موجوده في البلد دي وعندها معلومات عن العصابه. ايوه، بتشتغل هنا في محل من المحلات الازياء المستورده اسمه البيت الفيلي. جلجله؟ لا فلفله. لكن انا لازم الاقيها برضه. فلفله؟ لا جلجله طبعا. انت هربتني ولخبطتني. شوف بقى، لا. انا عايز معلومات النهارده والا اعتبر نفسك مرفوض. معلومات عن فلفله. عن جلجله. حاضر حاضر يا فندم، اديني قرشين بقى علشان خاطر اتصرف، عايز اشتري سمان. تاني قرشين؟ انت كل ما تشوفني تقول قرشين قرشين قرشين. عاصم بيه، هو انا كل ما اقول لك قرشين 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 تتنرفس كده وتبقى عصبي معايا؟ اعيش منين امال؟ مش انا عايش متفرغ لك وعايش لك ليل ونهار بدور لك يا على فلوس؟ خلاص اهدى اهدى اهدى. ازاي بس وانا ابعت له فلوس؟ ما معيش فلوس. خد الكريدت كارد. من مين يعني اعمل بيه ايه ده؟ الكريدت كارد تروح تمضيف الدكاكين كلها بتاعه البلد. ما تزلنيش كده علشان خاطر انا بشتغل. خلاص اهدى بقى يا كوم، اهدى اهدى. ريلاكس 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 ريلاكس. انا اول مره بشوفك بتضحكي ومن قلبك كمان. معقوله كده يعني كل الشغلانات اللي انت اشتغلتها دي لازم تقفل كده في الاخر؟ يا مرفوض يا مضروب. واخره معصب بيه ده؟ لا عصب ده حكايه ثانيه بقى على طول. ريلاكس بس انا حامل بنصيحتك بقى، انا مش هاخد دماغي، لا هدور لا عليكي ولا عليها. رزقي ورزقك على الله، واللي ربنا يجيبه اهو خير وبركه. بس بصراحه يا كوم انا خايفه منك. مني انا؟ بعد كل اللي بعمله عشان انت خايفه مني؟ لا مالكيش حاجه. ما تهدي ويلا بينا
من توفيق لسعيك يا ريس عدي وهدي ده الجو كويس هدي 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 يا ريس ما تهدي الو ايوه انا مش لاقي الكوم ده مهربتني خالص انا عايزك تطلبي لي كل الجرايد ايوه الرسميه والمعارضه اطلبي لي الامن العام عايز نشره في كل الجرايد ايوه القوميه والمعارضه ما تهربدينيش انت كمان انا عايز صورتها في كل بيت كل شارع كل حاره كل حي اطلبي لي مع الوزير شكرا انا مستني هنا شط المرسى لأحلى مواني وأعلى بحار كان نفسي أكون ضابط بحار وألف الدنيا وأروح وأختار روما just one مكرونة بالبكلاويز والبربونة ليلة القبض على فاطمة أكلنا مكرونة وعدس وماما كانت عايزة كشري فول بالطعمية مليان ترشي نابولي إيطاليانو بيني كوميستاي روما ميلانو للناس الهار أكون بحار وألف الدنيا وأروح وأختار وألف الدنيا وأروح وأختار الحقي الحقي موجز الانباء عن اهلي لا عن جلجله يا دي جلجله مالها جلجله ما طلعتش اختك قديمه لا الجديد بقى ما طلعتش بنت عاصم بيه ابو الدهب يا نهار اسود ازاي بصي شوفي اقري بعد 20 عاما يلتقي الاب بابنته تائها وهي طفله جلجله ابو الدهب هي يا نهار اسود معقوله دي بصي شوفي شوفي الشبه بينها وبين امها الحقيقيه لا وإيه كمان أبوها الحقيقي بقى قال على علامات مميزة في جسمها أكد كلامه عاصم أبو الدهب طب وجلجلة بقى عملت إيه؟ الله أعلم ما هي مخطوفة صعيدي لسه مخطوفة الله أعلم برضو مخطوفة ولا طفشانة محدش عارف انت هتلخبطني ليه؟ تعال نوضب الفاترينة مع بعض يلا يا كاستن يلا
ده مش مقاسك. عظيفة. قسم البولدوزر فوق. اطلعي فوق. اطلعي بقى. اهلا 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 وسهلا يا فندم، تحت امركم، شرفتم وانستم. مين هو؟ في حد غيري هنا؟ لا يا فندم، بس انا يعني من باب التعظيم كده يعني. طب بقول ايه؟ لا يا فندم. ما لقيش عندك بلوزه على مقاسي. بلوزه، عايزه بلوزه حلوه كده وتيجي مقاسي. ما بلوزه حلوه بس تيجي مقاسي. يا فندم طبعا، احنا عندنا كل المقاسات اللي في الدنيا، اكبر مقاسات في العالم. حضرتك يعني عايزه بلوزه؟ عينيا حاضر. يا سلام، بس كده اهو يا فندم، دي بلوزه جميله جدا جدا جدا، شوفي حلوه ازاي. لونها جميل بصراحه. انا شايفه الفستان ده هياكل من حضرتك حته لو لقيتيه والله. طب اقيسه فين؟ اهو هناك اهو يا فندم، الاوضه هناك. هناك؟ اتفضل اتفضل. يا رب فك النحس بقى. اول زبون، اول زباين من اسبوع. الحمد لله الحمد لله. بصراحة بالنسبة لحضرتك ده يعتبر منديل اصلا، مش فستان خالص. طب حاضر، حضرتك عايزة حاجة على مقاسك يعني؟ يا ريت. لا عينيا حاضر. شوفي لي فستان يكون برح ومرحرح كده واسع. حاضر يا فندم. ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة بس، عشان عايزة اجيب اهو. الحمد لله. اتفضلي حضرتك اهو. قيسي ده، ايه رأيك في ده؟ حلو؟ متهيألي هيجي على مقاس. متهيألي هيجي على مقاسنا كلنا معاكي. اتفضلي اتفضلي اتفضلي، مع السلامة. جيبي العقب سليم يا رب. هاي يا فندم، شفتي؟ حلو. يا سلام يا سلام. مظبوط مظبوط جدا جدا، بس هو عشان فيه كميه قماش كتيره شويه فهيبقى غالي سنه يعني. ما يهمكيش. مبروك يا فندم، الف مبروك. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. مين الفنانه دينا؟ اهلا وسهلا. ايه ده ايه ده، نورتي المحل، شرفتي المحل. احنا هنا المحل مشهور جدا، تسالي في البلد فين البيت الفيلي؟ الف من يدلك عليه، مش كده يا فاطمة؟ الهانم تحب تشوف قسم الديناصور؟ ولا تحبي تشوفي قسم وابور الزلط؟ احنا عندنا كل الاقسام تحت امرك. انا بشبه عليكم. انتوا مين؟ لا لا لا، مش احنا خالص. لا مش احنا. انتي؟ مش انا مش انا. لا انتي. وانت؟ لا لا لا، مش احنا. لا مش احنا. انتي في الفيلة. الله، اصل انا هتجوز وعايز اخلص ضميري. شفتي الدلاية؟ ايه ده؟ ايه دي؟ ايه دي؟ وريني. دي عليها عين، دي دي عين الحسود؟ لا، ده اسم المرحومة أمها، عليها عين أبوها. اسم أمي عين أبوها؟ أحمدك يا رب، أحمدك. أيوه يا بنتي، كان اسمها عين أبوها. الحمد لله. قبل المرحومة ما تموت قسمت الدلاية نصين، نص في رقبتك والنص التاني في رقبة أختها. يعني النص التاني فين دلوقتي؟ ما بقولك في رقبة اختها. يبقى علينا عند عاصم بيه. طبعا. فاطمة. ايوه. مش هنسيبوها الا لما نلاقي النص التاني. ليلة القبض على فهيمة. ريلاكس. محافظة هي ولا مدينة او قرية؟ يمكن حلو حلو هنينا. محافظة هي ولا مدينة أو قرية؟ يمكن حلو حلو هالينا. أنت وأنت 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 ياللي أنت غاوي الحلول عالبلد دور. اسم البلد لو كنت بتفسر
مصر كله متصور. يا محافظة يا مدينة يا قرية يا بندر يا بندر. اللي تبعنا عقله يدله، اللي تبعنا عقله يدله. حلو يا حلو، حلو يا حلو، تعالوا 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 حلو. أنا مايكل أنجلو، وأنا دوناتيلو، وأنا ليوناردو، أنا رافائيلو. النينجا تيرتلز واقعين في مشكلز، النينجا تيرتلز واقعين في مشكلز. مين راح يحلو؟ النينجا تيرتلز واقعين في مشكل، النينجا تيرتلز واقعين في مشكل. مين راح يحلو؟ وانا ايه؟ الحل فين؟ دودة 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 دودة، فينش الحدودة؟ دودة حلوة صغنطوطة قد الكبكوتة. دودة 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 دودة، فينش الحدودة؟ حلوة الخنطوطة قد الكبكوتة، فزورة كوتة زهرة وزهروتة. دودة 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 دودة، فينش. دودة 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 دودة، فينش الحدودة.